السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بلال عبد الكريم on the ground news. ونحن في مكان ما لا نستطيع نذكره. ونحن مع أبي عبد الله. وكما تستطيع أن ترى هو يشتغل في استعداد المعارك. وأولا أريدنا كلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله، حياك الله، الله يحفظك. ما أنت تفعل ها هنا؟ أولا نحفر هذه الأماكن لكي نحافظ على أراضي المسلمين من أي تقدم أو أي معركة للنظام، لكي نكون على كامل الاستعداد. نحفر المغارات والخنادق لنكون على كامل الاستعداد. ولكن يعني هذا حجر وظاهرا حتى الكمبرسر ثقيل، يعني هل هذا الشغل سهل ولا صعب ولا شو؟ أخي هذا شغل صعب، ولكن كله في سبيل الله إن شاء الله، إن شاء الله تعالى. وأنصح كل أخ أو إن كان في سوريا أو خارج سوريا ومتقاعد عن الجهاد أن ينفر ويشارك في أي شيء. الجهاد ليس بس في البندقية أو بالسلاح، في أي شيء يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، في التراب بمساعدتنا بالحجر بأي شيء، أي شيء كان، كله جهاد إن شاء الله. كيف تشتغل في شدة الحرارة؟ شغل أخي متعب جدا، ولكن نحتسب الأجر إن شاء الله. شغل شفته يعني مثل ما أنك شايف، شمس حارة وجو شوب وعمل متعب، يعني أعمال شاقة، ولكن كله في سبيل الله إن شاء الله. هل لديك أي رسالة إلى الشباب حول المناطق المحررة، أو رسالة للشعب السوري بشكل عام؟ أخي هذه رسالة، يعني أرجع أقول لك أن أنصح كل شاب متقاعد عن الجهاد أن يشارك إخوانه المجاهدين في أي شيء يستطيع، في أي شيء ولو كان بسيط، يعني في أي شيء، في الشيل، في أي شيء، في الطعام، في مساعدة الحفر، في أي شيء كان، كله في سبيل الله إن شاء الله، وللحفاظ على أراضي المسلمين وكي لا نخون دماء الشهداء. جزاك الله خير. أنا بلال عبد الكريم في منطقة لا نستطيع أن نقول أين بالضبط. OGN، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.